ضيف الهدف الثاني في مقابلته ضد مستقبل سليمان في اللحظات هذه بالذات. طبعا شوي نعطيكم شكون صاحب الهدف في الدقيقة 80 من المقابلة. الهدف الأول كان سجله اللاعب سليمان كوليبالي في حين الترجي ما زال النتيجة هي بيدها، التعادل السلبي دون أهداف في مقابلته ضد أمل حمام سوسة في الدقيقة 77 من المقابلة رغم التغييرات اللي قام بهم المدرب راضي الجعايدي في المقابلة. باش نحكيو أكثر عدد مقابلة هذم بعد شوية، باش يكون معنا نيس الناصري اللي يتابع في المقابلة في ملعب المقابلة، ناخذوه بعد المقابلة أكيد. أيضا باش يكون معنا سامي العروسي نحكيو معاه أكثر على مقابلة ترجي وأمل حمام سوسة، لكن قبل هنا نحكيو على نادي الرياضي الصفاقسي وإقالة عبد الكريم النفطي من مهامه في النادي الصفاقسي حسب زميلنا ومراسلنا في صفاقس اللي أجدنا الأخبار الفاضل أبو جنيح موجود معنا بالتليفون ياخذ من عنده أكثر تفاصيل بخصوص الموضوع هذا. فاضل أهلا بك. مرحبا بك أسلام، مرحبا بالسادة المستمعين. مرحبا فاضل. دونك تفاجئنا شوية اليوم بإقالة المدرب عبد الكريم النفطي، ما عرفتش أنت كقريب من كواليس السياسية مفاجئ لك أنت الأخبار كما نحن ولا لا؟ هو في الحقيقة إسلام هوش مفاجأة الخبر هذا، خاطر نعرفوا أنه منذ معناها تولي الهيئة التسييرية المهامها في معناها على رأس فريق النادي الرياضي الصفاقسي كان ثم هناك اتفاق أولي أنه المدرب البرتغالي جورج كوستا يكون معه مساعد فقط، وبعد تالي معناها هذه معناها تقريب كانت معناها الباز دوني في المسألة، لكن بعد ثم شوية يمكن مشاحنات صارت ولا شوية هكا ثم معناها دي مالونتوندي صاروا اللي عجلوا معناها بنهاية الزيجة مع المساعد عبد الكريم النفطي، وبالتالي يقعد هيكل الجمندية هو المساعد الأول في الإطار الفني هذايا مع المدرب جورج كوستا. ثم أكثر حتى لهنا ثم شوية حديث في الساقس أنه معناها في مباراة البيراميد في مصر كان ثم ظهور معناها بدون ترخيص من الهيئة التسييرية لعبد الكريم النفطي في بعض القنوات التلفزية المصرية، هذا اللي قاعدين يتحدثوا فيه الأحباء متاع النادي الرياضي الساقسي، لكن هو باتصال مصادرنا في الهيئة المديرة أكدت لنا أنه الاتفاق ليس إقالة لكن اتفاق بين الطرفين أنه على إنهاء الزيجة هذه بين عبد الكريم النفطي والنادي الرياضي الساقسي، وبالتالي كما قلت لك يقعد هيكل الجمندية هو المساعد فقط للمدرب جورج كوستا إسلام. معناها مش به فقط اللاعب ستانلي اللاعب الشاب 19 عام مدرب جديد للنجم الساحلي هو صاحب الهدف الثاني اللي توال في مقابلته ضد سليمان. هاي تفضل فاضل. بالنسبه للتحذيرات النادي الساقسي إسلام، تحذيرات فقط تونجيو للتحذيرات فاضل، خلينا نكمل في الموضوع هذا وبعد تونك نجيك للتحذيرات. عبد الكريم النفطي كيفاش عنده تعاقد مع السي اس اس باش يتم منحه مستحقات، وكيفاش تم الامور هذه؟ تقبل الديسيزيون هذا لا؟ هو عبد الكريم النفطي معناه ابن النادي الرياضي الساقسي، وهو كسوه هو كسوه هيكل الجمانديه، هذوما معناه من ابناء الفريق ومن الناس المعناها اللي خدمت في وقت صعيب مع النادي الرياضي الساقسي، دونك المسألة تتجاوز انه المطالبة بمستحقات، تتجاوز انه مثلا الالتجاء يمكن الى الجامعة التونسية لكرة القدم، تتجاوز معناها جميع المسائل هذه. الاتفاق كان حاصل بين الزوز اطراف معناها، وانسحب عبد الكريم النفطي في هداه، واليوم معناها لا بروفوني الفريق تحول القصة معناها وين باش ياخذ الليلة نتاعو قبل ما يلعب غدو حي ضد النجم المتلوي، وعبد الكريم النفطي ما تحولش مع الفريق، وحتى امس خلال الحصة التدريبية ما كانش خاضها معاهم اللاعب السابق عبد الكريم النفطي إسلام. ومؤكد من عندك انت مش تم تعويضه، باش تم فقط الاكتفاء بهيكل الجمامدية؟ الاقتصار فقط على مساعد واحد اللي هو هيكل الجمامدية، اضافه المعدل البدني البرتغالي والمكلف بالفيزيوناج في معناها في الاطار الفني هذا البرتغالي، ومعهم مدرب الحراس عادل بن زويته. ممتاز جدا. باش شنو حابب تضيف بخصوص اخر اخبار الفريق؟ أي أخبار كما قلت لك إسلام، كان تحول القصة فريق النادي الرياضي الساقسي، نعرفوا الناس كله أنه باش يتغيب على مباراة غدوة كل ما الحارس أيمن دحمان وأيمن الحرزي وفراس شواط اللاعبين هذوما معناها الحارس وزوج لاعبين هذوما معناها عندهم شوية مشاكل عضلية، المشاكل هذه معناها توا حاليا في انتظار تحديث فترة الراحة خاصة بالنسبة لفراس شواط اللي يشكو من تمطط عضلي، دونك حتى المشاركة نتاعها في مباراة يوم الأحد 6 مارس ضد الترجي الرياضي التونسي ما زالت معناها ماهيش مؤكدة، ولا وإنه غالب الظن أنهم باش يتغيبوا حتى على مباراة الترجي الرياضي، هذا منشيرة ومنشيرة أخرى
اخرى اسلام، اللاعب كريف كواكو يواصل التمرد على نادي رافي السافي رغم حصوله على كافة المستحقات المالية نتاعه، ونعرف الناس كل انه اللاعب هذا يقدم شكوى للفيفا. الشكوى هذه اللاعبين الاجانب مش كيما اللاعبين التوانسة في الفيفا، معناها تقريبا اذا كان شهرين ما خلصوش في فلوس ما عندهم حق الالتجاء للفيفا، وهذا ما قام به اللاعب. ورغم انه نادي رافي السافي كان صب له الفلوس نتاعه والجميع المستحقات نتاعه الا انه كريف كواكو مازال ما التحقش بالنادي رافي السافي، بل اكثر من هكا وقع الاتفاق معاه على تحسين العقد نتاعه وتحسين الاجره الشهريه نتاعه، لكن الى حد اللحظه يبدو انه معناها العلاقه بين الطرفين ماشيه في طريق مسدود، خاصه وانه كريف كواكو العقد نتاعه ينتهي نهار 30 جوان الجاري. اسلام شنو طالب اللاعب؟ معناها فقط طلب يفسخ عقده وياخذ فلوسه؟ معناها توين نهائيا صفحه السي اس اس؟ المطالبه كانت على الاول بالمستحقات، ومن بعد تخلى حتى عنده محامي من بلجيكا على الخط ولا يطالب حتى بتحسين معناها الاجره الشهريه نتاعه والمنح نتاعه. ودونك معناها كما قلت لك انا الملاعب هذايا حاليا معناها طامع في الحكم معناها من الفيفا اللي يحكم للصالح نتاعه، خاصه انه تجاوز شهرين وما خلصش في المستحقات نتاعه. دونك لهنا هو معناها طامع انه يخرج ليبر من نادي الرياضي السافي قبل موعد 30 جوان، ودونك يولي نجم يعمل معناها عقد مبدئي معايا فريق يحب ينتمي له اللاعب هذايا مستقبلا. واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك فاضل أبو جنيح على كل هذه التفاصيل ما ديتنا بها. بعد شوية باش يكون معنا أنيس الناصري باش ناخذ أكثر تفاصيل فنية بخصوص أهم ما صار اليوم في المقابلة اللي تجمع حاليا النجم الساحلي بضيفه مستقبل سليمان. المقابلة حاليا في الدقيقة 85 من المقابلة تقدم لليتوال 2 بلاش، دونك توفى المقابلة متاع 5-7 دقائق ونعودوا نرجعوا نتصلوا بأنيس الناصري ناخذوا من عنده أهم ما صار في المقابلة.